المهرجان المدن القديمة في نسخته التاسعة. السيد وزير التنمية الريفية الدكتور الديو الزين وزير الثقافة وكالة، السيد الوالي، السيد العمدة، السادة رؤساء الفرق الأمنية والإدارية، السيد الأمين العام لوزارة الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان، سعادة السفير المغربي، السيد مستشار رئيس الجمهورية، السادة رؤساء اللجنة المشرفة على مهرجان شنقيط، مهرجان المدن القديمة المنظم السنة بمدينة شنقيط، أهلا وسهلا بكم. نبدأ هذه الأمسية مع الشعر ونستدعي الشاعر المغربي أماش نورس، جمال أماش. عفوا شاعر جمال أماش، بمناسبة استدعائك نرحب بحضور سعادة السفير المغربي الذي يحضر معنا الليلة في هذه الأمسية، وبكم مشاهدينا الكرام عبر الموريتانية وكذلك مستمعينا عبر الإذاعة الوطنية. والآن مع الشاعر جمال أماش. لأن عفوا الترحيب يخص وزير الثقافة المغربي. أهلا وسهلا ومرحبا، وعلى طريقتنا نرحب بكم في بلاد المليون الشاعر بالشعر، لكن الشعر هذه المرة مع الشاعر المغربي جمال أماش. مساء الشعر. سعيد جدا أن أحضر هذا المهرجان الكبير بمدينة شنقيط، مدينة الشعراء بامتياز. سعيد أيضا أن أحضر إلى جانب هذه الفرق الموسيقية التي تنعش الجسد والروح أيضا. يقول أرسطو: إن الحياة وجود ونغم. النص الذي سأقرأه في بداية هذه الأمسية أسميه ابتهالات أو أناشيد حية تحت ظل شنقيط. لم أكن موجودا، ولكن كان وجهي بين نهديك يبحث عن رموزه حي حتى الموت. كنت أبحث عن عيوني
في النبع الطريق أنت والنهاية. أنا ارتكبت الخطيئة الأولى حين اقتربت من أول البداية، وأنت حين هربتك الغيوم بقيت أركض خلف حلم كجرثومة في شريان. وحين تفرق الجمع رأيت حروفي في المحفل تتحدث بدلا عني، وفي الحداد تعرفت عليك كثيرا. هناك من حزن لموتي وهناك من فرح لولادتي، ولادتي التي تسبقني كظل خائف الواقف طيفا صغيرا. كنت أبحث عن فمي أخرسه الحشد يعبر في صخبه خفيفا كريشة ثقيلا كأفواه تتأوه بدون آثار. الكلمة التي تختارني أقدسها تبعثني فأفرح كملاك. أسناني سوسها الألم وفمي يكبر يعبر البرزخ إلى لسان القيامة مخفورا بالصمت. فمي المتيم بالقبول يمحو صفحات الرفض بلعاب سكرات الموت، ويترك لأعضاء حية حقها ذوبان. بفمي أرسم دوائر للحياة وأترك الموت يطوف في بئر كهواء شارد. لسان الموت طريق وصمت الذي يحوم كطائر بداية الحداد. أنا لم أولد لأموت بل ليبتكرني النسيان. مهما يكن فأنا الآن قريب منك حر. أنت النبع أجدد الخطوة إليك وأنا أنظر إليك من قبو. هكذا أصعد كحرير دودة القز في شجرة التوت أو كعنكبوت في بئر أحيا من جديد. وبشجاعة الخائف أسوي الحبل على أنفاسي وأراك بعين الداخل كأني أعمى. أنا الآن أستعيدك كحلم تأخر في الوصول أو كسرد أبدأه كل مرة من الأول. فليأذن للإله اعترافي أنا بين اليقظة والحلم. أنا في فناء فليفعل بالرب ما يشاء. قلت لي هل صعدت إلى جبل أم ضعت في لجة النسيان؟ قلت سأنبذ الذاكرة وأرضخ لك في سري وفي علانيتي أكون أو لا أكون. شكرا. شكرا جزيلا للشاعر المغربي جمال أماش. نجدد ترحيبا بكم ضيوفنا الكرام، ضيوف النسخة التاسعة من مهرجان المدن القديمة المنظم السنة بمدينة شنقيطة التاريخية. أبا الزهراء قد جاوزت قدري بمدحك بيد أن لي انتسابا، فما عرف البلاغة ذو بيان إذا لم يتخذك له كتابا. مدحت العالمين فزدت قدرا فحين مدحتك اقتدت السحابة، صلى الله عليه وسلم. مع المديح النبوي ونبقى مع فرقة ترانيم. Thank you.
Yeah.
عايشة يا النبي عايشة جزيلا للفرقة المديحية ترانيم. إذن نجدد الترحيب بكم وزير التنمية الريفية، وزير الثقافة وكالتنا السيد الديو للزين. الترحيب أيضا بكم السيد والي أدرار السيد جقانا محمد الحاج، السيد وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية. نجدد الترحيب بكم أيضا مستشار رئيس الجمهورية السيد مبارك البيروك، أهلا وسهلا. المكلف بمهمة بديوان الوزير الأول رئيس المهرجان السيد عمار اللي سلمه، أهلا وسهلا. السيد الأمين العام لوزارة الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان، أهلا وسهلا بكم جميعا. ونرحب أيضا بالسلطات الإدارية والفرق الأمنية والمنتخبون في ولاية أدرار جميعا، وبكم جمهورنا الكريم. ونرحب أيضا بالسفير المغربي ببلادنا. الدور الآن مع الشاعر أحمد والبولمساك. إذن نحن في السهرة الثانية من مهرجان المدن القديمة في نسخته التاسعة المنظم السنة بمدينة شنقيط. مهرجان المدن القديمة يتمثل في مسابقات في القرآن الكريم وفي الحديث والسيرة النبوية وفي بقية العلوم الشرعية، وكذلك مسابقات في الألعاب التقليدية وبعض الفعاليات الثقافية. وهنا على المنصة بعض الفنون المؤدات على المنصة. الشاعر أحمد والبولمساك. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم. سعيد بالوقوف للإنشاد أمام هذه الوجوه المشرقة المقمرة ببهجة المولد النبوي الشريف.
القصيدة هي معارضة لقصيدة كعب بن زهير بانت سعاد. بانت سعاد فدمع العين مبذول، والقلب في قفص الأشواق مكبول. بانت سعاد فدمع العين مبذول، والقلب في قفص الأشواق مكبول. تجلو عوارض مثل الشمس رأد ضحا، وطرفها أبدا بالحسن مكحول. كأنها من جنان الخلد قد هبطت على الوجود، لها تيه وتدليل. كأنها من جنان الخلد قد هبطت على الوجود، لها تيه وتدليل. منت كثيرا وما كانت مواعدها إلا سرابا به للصب تعليل. شطت بها الدار حتى ما تبلغها إلا العتاق أو الطير الأبابيل. شطت بها الدار حتى ما تبلغها إلا العتاق أو الطير الأبابيل. فإن تكن صرمت حبلي وما وصلت، فإن حبلي بالمختار موصول. فإن تكن صرمت حبلي وما وصلت، فإن حبلي بالمختار موصول. محمد مدحه في الوحي مستطر، له على الدهر تجويد وترتيل. غوث الأنام وهاديهم وسيدهم، وصارم من سيوف الله مسلول. غوث الأنام وهاديهم وسيدهم، وصارم من سيوف الله مسلول. ذؤابة الناس سر الكون بهجته، بهديه انقشعت عنا الأباطيل. إذا رأته قريش أدبرت فرقا، وقوله الحق معصوم ومسؤول. أيامه في كتاب الدهر مشرقة، تفيض منها على الدنيا التراتيل. محمد محمد، وإذا ما قلتها خضعت لي الحروف ولذ القصد والقيل. محمد وإذا ما قلتها خضعت لي الحروف ولذ القصد والقيل. محمد قلتها فالغم منكشف، والخير واليسر والتمكين مأمول. محمد وإذا ما قلتها خضعت لي الحروف ولذ القصد والقيل. محمد قلتها فالغم منكشف، والخير واليسر والتمكين مأمول. يحلو المجاز بمعناه وجوهره، إذ زانه بمديح الله تنزيل. صلاة ربي وتسليم، صلاة ربي وتسليم يصاحبها، على الذي بهداه الكون مشمول. صلاة ربي وتسليم يصاحبها، على الذي بهداه الكون مشمول. ما أدمن الشدوى قمري على فنن، وما تململ في الأصفاد مغلول. السلام عليكم. شكرا للشاعر أحمد والبولمساك. مشاهدينا الكرام ومتابعينا وحضورنا الكريم هنا بمدينة شنقيط، نجدد الترحيب بكم. والآن نبقى مع فرقة الأصالة المغربية لفني الأمداح والسماع وموسيقى الآلة. الله افي الله افي
الله افي الله 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 افي الله 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 الله. إذن مشاهدينا حضورنا الكريم الله الله مشاهدينا حضورنا الكريم نستدعي الآن الشاعر سيد محمد بن عبد الحميد. الله 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 بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إني استترت بأمداح النبي ولم يخش الفضيحة ذو عيب به استترا. لابس لبسة الجار من مدح رسول احفول ولا يخلع حد العار لابس من مدح رسول. مدحك يمول المعجزات نختير نرشخ به. عيات الناس ترشخ في اللي فات بشي ما هو قاع رواية. وش قال انت شكرك حسنات للشكر وللشاكر غاية. وانا بعد في شكرك بالذات نصول في شحي ورخاية وفيه نجول مولي فوقات برودي ووقات حماية. مجيك لحقت الناس خلات وذرات خلاية وذراية. انا قعدت في الشرك ولا شفرات في منقع ما فيه وطاية. وجيت لحقت الحق صربات ما محطوطة له مرغاية. ولحقت الدنيا ظلمات وجبت الدين انه ضواية. وبمجيك اصحاب الكفر صحات وعم النور وعاد مرايه زاد الكون لين تخوات. فالله الناس بعنايه منك بالدين الين روات بيك الناس من الهدايه. الله الله. وهديت الناس اللي نهدات لا بالحديث ولايه. ومعجزاتك ما قاع وفات ما توفى وبلا نهايه. معجز العرب بالايات وامي ما تعرف القرايه. وعليك الرتله زاد بنات تتباشر بيك البراية. وعلاك الجواد على زاد العباد وزكاك الجواد من العباد. وبمجيك نزاد الكون انت جيت رواية للكون في الغرق كان وعاد رويان. انت موقف غاية في الشجاعة والجودة قداد وموقف غاية في المزايا. ونساعدوا بيك اهل المفاد بالبيعة تحت الصدراية. والملوك تظلك من العباد وحدك وانا من مناية. عني نشكرك في المعهود غير انا شكرك يدواية. ما نقدر نحصيه محمود مولي لله غناية. ماضينا في النضال ما فيه اللي ينقال. ما عدنا الافعال اللي فيه الدنسنا. وعن قيمنا محال ما قطت قاعسنا. والمستعمر فتنا بالسلم وبالفتنة قومنا. ومتنا في النضال. وكسنا ما غصنا وحدتنا اللي عليها سيسنا. وحررنا دولتنا ولذاك تحمسنا. وفرغنا جدتنا فيه وفيه درسنا. وفي الأرض بحوزتنا عدنا وتنفسنا ورفعنا رايتنا. وفي الظلام ركسنا. وفي الدولة الاستقلال عمره 60 سنة والفيها من الأبطال ما تحصيها اللسنة. وماضينا راضينا ما نرخو ماضينا. للبلاد حمينا قومنا بالرجال وبالمال وضحينا بالرجال وبالمال. شكرا.
شكرا جزيلا الشاعر سيد محمد بن عبد الحميد. أين أنتم جمهور مدينة الشنقيط؟ أين أنتم؟ إذن نحن في الليلة الثانية من مهرجان المدن القديمة في نسخته التاسعة. وراء الكواليس هناك فرق فنية وفلكلورية، لا شك أنها ستوقد حماسة الحضور وكذلك المشاهدين. والآن نبقى مع مجموعة الأصالة المغربية. الله الله أنك قال
لك قد خلقت كما تشاء. إفاضة نور من جمال إلهنا. إفاضة نور من جمال إلهنا. تجلى بها الوهاب فيض المؤبد. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. يا الواحد يا ربي. لا إله إلا الله. شكرا جزيلا لمجموعة الأصالة المغربية للأمداح. شكرا جزيلا لكم. شكرا. شكرا لكم. شكرا لكم. نتمنى لكم التوفيق والاستمرار دائما متألقين في سماء الفن والإبداع. بارك الله فيكم وزاد في مددكم. شكرا جزيلا. الآن مع الشاعر نجاي صيدو أمدو.
كيف ترقى رقيك الأنبياء يا سماء ما طاولتها سماء لم يدانوك في علاك وقد حال سنا منك دونهم وسناء إنما مثل صفاتك للناس كما مثل النجوم الماء أنت مصباح كل فضل فما تصدر إلا عن ضوئك الأضواء. الشاعر نجاي صيدو أمدو إذن شاعر بالبولارية باندرا بسلاب S'il vous plaît, applaudissez pour votre frère qui vient du sud. C'est pas Poulard, je dis bien. Applaudissez pour votre frère qui vient du sud. Nonobstant toutes les routes caouteuses avec ses risques pour venir dans cette ville historique, partager avec vous cette joie. Bandirabe, en putorima indegeno. Goto mo senare wodani kisdo kisnundo kisno mo kisalala gagamum towdo townudo kala ko towi teddudo teddindo kala ko teddi mo fitando yarsuko tagore ngone tamande mum jido wada bado walato en njule ne lado ko muhammadu muhammadu abdullah muhammadu aminata mo jame kisal ngone mum timmode annababe koddanulabe gu gila he wodi wonani kala mo wodi wodru sababunde mudum bandirabe paden ko yimre yonti bibbe gendi moritani darnde men yonti tinno den tinen wen ngotaagu men yonti ngidden petten tongi bamtare men sonci yidde hore mum tabita koy timmal fasnaade gendi mum sella koy neddagal rende ganni mum hisna koy cagatagal faaro mawbe men adinobe yawtube dadinobe kadi ko yera tacude ndontini jatti e jaati hanki ngardudo bamden miijo woto tawa en puraani njaadinen golle men tawa en luuraani gagnondiral kalfaandi e majjere yo mut ndebba der tebo ya bakere lomtina koddigal mojjal e yurmeende geno tellina kisal duumingal e yaajeende mbele so dole donki dole ne kebo so mawdo tampi da ci sukane tebo ndimaago leydi noddi ko bibbe leydi maadi leydi eri ko bibbe leydi fetande berde golle terde tawa haadaane cebe demde arabe pullo soninke jolfo pinen paamen ganditen fodde men ndenten njangen ngollen gonga polen polen feccoru e anbe mum njolen ndimaagu leydi noddi ko bibbe leydi maari leydi noddi ko bibbe leydi yo ngendi men buran en gowandi yo ndemandi folan en jiggandi ngendi men ko leydi nduwanandi ndimri kewni limbam njuroytendi njuroytendi so tawi tinnaare tabiti ndilato aljanna so tawi en goniri bibbe gendi muritani darnde men yonti tinno den tinen ngotaagu men yonti petten tongi bamtare men sonci cher camarade ce petit poème intitulé il est temps exhorte
le peuple mauritanien à traduire le concept dans les faits et non seulement s'arrêter aux simples rhétoriques. J'ai un petit pincement au cœur, une petite tristesse parce que l'association, mère de toutes les associations de la Mauritanie, qui avait gouverné mes premiers pas de poète, qui ont aiguisé mes talents d'écrivain, n'est pas là ce soir. Il s'agit de fête de Bamtare Poulard, l'association pour la renaissance du Poulard qui a été omise dans ce concert, malheureusement qui avait accompagné la fondation depuis sa création. Je vous remercie. On jarama. On jarama salam. شكراً جزيلاً للشاعر نجاي صيدو أمادو. زميلة فاتو. مرحباً زميلة فاتو. ما الدور الموالي؟ شكراً زميل محمد فات. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين معالي وزير التنمية الريفية وزير الثقافة وكالةً السيد الديول أحمد جدو والزين والي أدرير وزير الثقافة والشباب المغربي مستشار رئيس الجمهورية مكلف بمهمة بديوان وزير الأول رئيس المهرجان السيد عمار ولي سلوم الأمين العام لوزارة الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان سلطات الأمن الوطني المنتخبون في ولاية أدرير بدوري أرحب بكم في ثاني ليالي مهرجان المدن القديمة الذي أشرف على افتتاحه فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولي الشيخ محمد أحمد ولي الشيخ الغزواني بالإضافة إلى معالي وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان الدكتور سيد محمد والقابر في دورته التاسعة في مدينة شنقيط والذي يصادف عيد المولد النبوي الشريف أعاده الله علينا وعليكم بالخير والبركات والآن مع الشاعر محمد فال مع الشاعر الشيخ محمد الحافظ شكرا إذن الشاعر الشيخ محمد الحافظ نستدعي الشاعر عبيد السالم طبعا مشاهدينا الكرام ومستمعينا وحضورنا الكريم نحن في الليلة الثانية من مهرجان المدن القديمة الذي أشرف يوم أمس فخامة رئيس الجمهورية على افتتاحه ونحن الليلة في سهرته الثانية مهرجان المدن القديمة الآن في نسخته التاسعة وبعد الشاعر عبيد السالم نستقبل الفنان الفرنسي تيري روبين شعر عبيد من جديد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شيعتينا يلي جازيك شنقيطي عنا بمجادك شيعتينا يلي جازيك شنقيطي عنا بمجادك شوفوا إذا اللي متلاحق فيك أولادك وأولاد أولادك شيعتينا يلي جازيك شنقيطي عنا بمجادك شوف إذا اللي متلاحق فيك أولادك وأولاد أولادك رسول يوم القيامة منين رسول يوم القيامة منين ذا الخلق الداعة أعطاه ربه العمامة وأعطاه زاد الشفاعة وأعطاه خصال يكودوا من ذاك حوضه وبرودوا وأعطاه براق يقودوا جبريل غاية في الطاعة يترعد يجر حديده ومدوا برمك السماعة وعطاه براق يقودو جبريل غاية في الطاعة يترعد يجر حديد ومدوب رمك السماعة وعطاه لقطة بلود وفقفاه صلى وجماعة رسول يوم القيامة نوفمبر
رمز الحرية ورمز الوحدة والحمجية ورمز الصوت الرباعية والوندي هو والوروار والقشمة ترغي محشية تقذف سمي قصر الأعمار ورمز الوحدة والتضحية وفاغ والليين والتحرار هذا كامل عاد حمية وقعد في شكايم الاستعمار بالخيل الترغي مثنية تحت بالخيل الترغي مثنية تشرق من سم تشرق من دخان التعمار والبلفجار في عينية أفوام الصفوف وجعب تتكار تحت حرارة ولادك قية الصندد وكسى من الحجار تحت حرارة ولادك قية كسى والصندد من الحجار عقدوا الغزيزة كلية في عدوهم لين بقى قفار لعبوا بيهم في المجرية وتشيت وولات وطار ولكدة والزير ولودية وبرويت وتيرس وقصار والحوض وعقي واللية ولاقوا كوش وبولنوار ورفعوا رايتنا ذاكية الثوار الزعمة الأحرار وسنتات الشبعة والرية وسنتات الشبعة والرية من ذمرت نضال الثوار ونوفمبر وسوان ونوة أركب فوق الشمس والأقمار وكافيك العت انت هو عيد الشعب وقرة الأبصار والسلام عليكم. شكرا شكرا جزيلا للشاعر عبيد والسالم. الآن نبقى مع الفنان الفرنسي تيري روبان. الله الله Cuando yo la vi, por primera vez, me enamoré, me enamoré yo de ella. De su pelo negro, ay, ay, es de su cara morona,
cuando salió de una fiesta. Giró la cabeza y la vio allí sentada. Yo la miré y me miraba ahí. Sentí que mi corazón temblaba. Tenía la piel morena. Tenía los ojos grandes. Giró la cabeza y la vio allí sentada. Yo la miré y me miraba ahí. Sentí que mi corazón temblaba. Palaba y veure, yo me había enamorado. Palaba y veure. Thank you.
Se presenta una mujer de cabaret, cabaret, se presenta una mujer y yo de mármol, ay, me quedé. Cuando vi que era mi hermana, ay, 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 sin luz, que enfermo yo me moría, y en un cuartito sin luz, y entraste media alegría. Y a mí la salud, si tú no vinieras yo me moría, ay, 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 ay. شكرا جزيلا للفنان تيري روبان، وشكرا ايضا Thank you.
hablo de esta manera, con el ritmo de la rumba. Mis manos me piden palmas, toma, que toma. Mi cuerpo me pide juega. Ay, si tú quieres aprender, ven aquí te enseñaré. Ven. Lo que pasa con la rumba y no pierdes el compás. Los gitanos de hoy en día, cuando se lían de juerga, se pasan la ventera cantando de esta manera, cantando de esta manera, con el ritmo de la rumba. Mis manos me piden palmas, mi cuerpo me pide juega. ¡Opi! ¡Te, te, 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 te! شكرا جزيلا للفنان الفرنسي تيري روبين. شكرا جزيلا. شكرا ايضا لكم جمهورنا الكريم ولكم مشاهدينا الكرام. الان نبقى مع الشاعر ما العينين واللديب. سألت الله شمسك لا تغيب وليلك فجره ابدا قريب واجراس القصائد فيك نشوى لها وقع بمسمعنا عجيب ونوقك لا يشيخ لها حنين ولا يجفو بأضرعها الحليب وتبقى كبرياؤك لا تدانى ولا يدن لها كدر مريب. سألت الله أن يبقيك بيتي وأعلم أن ربك يستجيب لأنك أنت يا شنقيط أم تشيب الأمهات ولا تشيب. الشاعر ما العينين واللديب. السلام عليكم ورحمة الله جمهورنا الكريم. لا أخفيكم أنني في هذه اللحظة موزع بين ثنائيتين متناقضتين، ثنائية السعادة وثنائية القلق. فأنا سعيد بحضوري وإنشادي أمامكم وقلق أيضا من الإنشاد أمامكم. فالشاعر إذا ولو كان يمتلك فصاحة المتنبي وخيال إدونيس سيبقى مقصرا وسيبقى قلقا حين تكون المناسبة عظيمة. النص بعنوان تراتيل في محراب الضوء. رويدا رويدا يشرق الضوء في المدى ويملأ هامات الوجود زمردا وتصحو عناقيد أضاعت كرومها وتصحو عناقيد تهاوت كرومها وظلت خيالا في الهوامش مبعدا وتبصر أقباس الخلود عقولها وجوديها
وجوديها المبتل بالضوء سرمدا، فم الحيرة بكر أضاعت طريقها وظلت ترى الأحجار في التيه مرشدا. فم الحيرة بكر أضاعت طريقها وظلت ترى الأحجار في التيه مرشدا. أطلت من البلور للكون نفحة بها الغيم عن وجه الصباح تبددا، ففاضت ينابيع الحياة وأمطرت غمائمها المشنوقة الضوء أسعدا. وكان الظلام المحض ينثر حشده ويمنع حشد الضوء أن يتمددا، وكان الفضاء الرحب يكتظ بالأسى وأسئلة حيرة وغيم تلبدا. ففي صرعة للماء ظلت طريحة عليها شفاه الرمل تشكو من الصدى، أطل عليها النور يسكب هديه وينثر في حافاتها الطهر والهدى، وينثر في حاراتها الطهر والهدى. فكان الربيع الطلق والغيمة التي بها امتلأ البستان بالزهر والندى. أنار به الله الطريق فأبصرت به حيرة الطين الطريق المعبدة، فلا حلم إلا توهج بالمنى، ولا حائر إلا رأى الدرب واهتدى، ولا هامش إلا وأصبح ذكره مع المتن في دباشة النص سيدا. فهذا السراج العدل يخسف نعله، وهذا بلال يرفع الصوت بالندى. وحين أراد الليل أن يحجب السنا وأن يطفئ الشمع الذي ظل منقدا، أزاح عن الشمس الستار فقابلوا أشعتها من غير ستر ولا ردا. فكانوا ضبابا ذاب في الأفق واختفى، وكان الضياء الصاعد المتمددا، فراحوا وقد أرخى الظلام سدوله، فقال اذهبوا من غير قتل ولا فدا. وظل محاطا بالعناية راشدا وبالوحي من عند السماء مؤيدا، وظلت له الغيمات تحشد ظلها وتومئ للطقس السماء فيبردا. يتيم أعارته العناية عطفها ومدت إليه من رعايتها يدا، توضأ من طهر القداسة قلبه فأمطرت الأحلام تبرا وعسجدا. وفي غربة للضوء غاض نهارها وعربد فيها اليأس واستيقظ الردى، تحدى الحمام الزاجل الموت وارتمى على شفة الأخطار يشدو مغردا. وفي هدأة الليل المشع قداسة دعته معاليج السماء ليصعدا، فعاد بأسرار الغيوب وقلبه بتلك الفيوض الطاهرات معمدا. رأى نوره شوقي فجاءت حروفه تغني على وتر الهوى ولد الهدى. شكرا جزيلا. شكرا الشاعر ملا عينين ولديب ولان يحلس يحلس سمر مع الفنانة الكبيرة نورة متسيمالي والهم ودفار فرقة أنقار. Thank you.
ريت من حرم ليلا إلى حرم ليلا 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 إلى حرم كما صار البدر في دا 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 جمينا دا دا أي دا جمينا الظلمي زين الخلال زين العالم أكشبع يوم 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 ما القيامة أميا النبي السلام عليكم ورحمة الله أرى نفسي من للحضور سمنا للضيوف مهنئينهم بمناسبة عيد المولد النبي الشريف مصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
أنا ما ظنك يا محمد، 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 في اللي ظهر لي مولانا، في اللي ظهر لي مولانا، من عزته ما بقي حياة مني حياة لكن بابا
بابا سلي بابا سلي. شكرا شكرا جزيلا للفنانة نورا من سيمالي ولهم دفال، وشكرا ايضا للفرقة التي رافقتها طبعا سيدي والسيمالي وكذلك سكتو من سيمالي. سيدي الشور الاول كان شور اجرال، والله كان شور اجرال. ايوا الرقصة هذه قالها قيرة قيرة، والله جيد. شكرا جزيلا شكرا جزيلا للفنان سيدي والسيمالي، شكرا جزيلا. الآن نبقى مع عرض فلكلوري لإحدى الفرق الفلكلورية الراقصة في هذا المهرجان الذي نعيش الليلة سهرته الثانية في نسخته التاسعة، مهرجان المدن القديمة. Thank you.
شكرا شكرا جزيلا. نستدعي الآن الفرقة الفلكلورية من هنا من مدينة شنقيط. أين أنتم يا أهل شنقيط؟ طبعا أهل مدينة شنقيط، أما الموريتانيون كلهم فهم أهل شنقيط، هم الشناقطة. إذن مشاهدينا، نحن في السهرة الثانية من مهرجان المدن القديمة الذي ينظم السنة في مدينة شنقيط التاريخية. وهذا المهرجان هو يتمثل في مسابقات في القرآن الكريم وفي السيرة النبوية وفي باقي العلوم الشرعية، وكذلك في مجال الشعر، الشعرين الفصيح والشعبي. وهناك ألعاب تقليدية مثل الرماية وغيرها من الألعاب والسباقات. في سهرات هذا المهرجان هناك أدوار غنائية ورقصات فلكلورية وأداء فلكلوري وتراثي. إذن الآن نبقى مع مشاركة شاعر أمين والعمر من مدينة شنقيط. بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عندي نصين، واحد مديح للرسول وواحد قايله في النظر. نقول يا الرسول الجيس بالأمور من عند الله معطية، الهادي لمه واللي ندور يوم المحشر تشفع في. وتلقالي عند الحضور يا الرسول الفيديك أمور، الملك عندك تي الصور، متوسل بيك العربية لصلاح الدارين وبرو في الدنيا. والدي واحفظني من ظلمة القبور، وتونسني بالحورية وقتني عبدك، وبلا دور وبلا من نفسي ورزية. يا الرسول الفيديك أمور من عند الله ومعطية، الهادي الأمة واللي ندور يوم المحشر تشفع في. وتلقالي عند الصراط يوم القيامة، أنا وخلخاط في الثلث اللي ما فيه قلاط، الفوق نشير بيدي، واحفظني من ذاك التخلاط مع أهل النار. ولادي وقت اني عبدك، واللي قاطع لي تعفيه علي. الرسول في ذيكم من عند الله ومعطية، الهادي لما واللي ندور يوم المحشر تشفع في. ورشيتك يا مول الصفات، يلي خلقت المخلوقات، ويلي ما دونك تلفات ولا تركاب ولا لي. ورفعت لفوق السماوات أسبع طبايق مبنية، وترابك عليها بتنات الأشبال وفاتح لودية، والنبات وزر النبات تلتع فيه الماشية، وخالق الأكوان والأصوات في البرية والبحرية. رشيتك الواحد بالذات اللي ما دونك تسوية، والصادق اليمين والدقات محمد خاتم الأنبياء، والصحابة والرسل جات، والخلافة والأنبياء ومت محمد والخلات من الأشياخ الولية. يا رسول عليك التلفات، متوسل بيك العربية، اثمن أجبر حر السكرات، واجعل موتي كنومية وقت اني عبدك، واللي فات علي تعفي علي. وهذا النص الثاني اللي يعني للمقابل لدرك. نقول يا الرئيس ابن موريتان، يا الرئيس ابن موريتان، وابنيه بصيفة أمنية، وارفع سمعتنا بالعيان تصبح في الخارج مبنية. ومرحب بالوفد بالإطلاق للرئيس بلا الانشقاق، ومع ذا مكارم الأخلاق ترحب به الشلية. يا الرئيس ولاهي نفاق ترحم مية في المية، ومنين خلق ذا الانطلاق وجا رئيس الجمهورية، ذي الوديان الدور اعتلاق بالمدن التاريخية. وندروا ياسر من تنساق الأمور وبونة تحتية، ويدش اللي هون على الساق واحد كلمتها ملقية بالرئيس بن موريتان. ومرحب بيك، مرحب بيك منين الجيت شنقيط ووداء. مرحب بيك منين الجيت شنقيط ووداء، وتشيت
مرحب بيك منين الجيت سنقيط ودان وتشيت ومرحب فارس وقيليت وتنوى من دولودية والعين والريض وحاشيت لودية من قبل هي والأقلال وقيلان وتبيت ودوعلي والشلية ايوه لا اله الا الله يا الرئيس ابن مريتا وابنيه بصيفه امنيه وارفع سمعتنا بالعيان تصبح في الخارج مبنيه والسلام شكرا 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 جزيلا. نبقى الان مع دور للفرقه القادمه من مدينه كوبني. الو الو لا إله إلا الله لا إله إلا الله الو الو لا كريك بالشور وشاور الرق وطلع عنك ويلقص تمر ما يليك وجب لا ينقص عنك ويلقص تمر ما يليك وجب ينقص عنك Thank you.
هايدي ايوه What's up?
بس اكسر اكسر. الو 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 شكرا جزيلا للفرقة القادمة من مدينة كوبني، شكرا على هذا الأداء الفلكلوري الرائع. الآن من كوبني إلى إسبانيا مع الفنان الإسباني أوسكار إريرو. اللي وحده يبني حلة ومن اللي جبيها تخلى ولا لا يتنسخ حملة، وخيار اللي قط تكلم واللي لسم الله تولى واستعلم ما قط تعلم لا محمد صلى الله عليه وسلم.
لأن السهرة ما زالت متواصلة. لأن جمهورنا الكريم ومشاهدينا ما زلنا في السهرة الثانية من سهرات مهرجان المدن القديمة في نسخته التاسعة بمدينة شنقيط، والآن نبقى مع الفنان الإسباني أوسكار ريرو. Thank you.
شكرا شكرا للفنان الإسباني أوسكار إيريرو. شكرا بذلكم مشاهدينا الكرام حضورنا الكريم. نختم السهرة الثانية في هذا المهرجان النسخة 9 من مهرجان المدن القديمة، وباسمكم نشكر مخرجها على الموريتانية المخرج الشاب مصطفى والمحمد، وكذلك أشكر زميلي الحسن والمحم كان الذي كان في التنسيق والإعداد، وإلى ليلة غد إن شاء الله.